بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد الكنه المشرف العام على المعهد بحوث الحاسم على دعمه المتواصل لمشاريع المعهد، وشكر جزيل للدكتور منصور الغامدي على توجيهاته، والدكتور عبد الرحمن العريفي على مجهوداته الرائعة في برنامج الوطني لتقنيات مفتوحة المصدر. في البداية أتحدث عن مجالات الخطوط المدينة في أحد مشاريع خطوط المدينة، وسأتطرق لنبذة تعريفية عن الخطوط وبعض التقنيات المفتوحة المتاحة لهذه البرمجيات والخلاصة وبعض العيوب التي تواجه المتطورين. من خطوط المدينة رموز العربية للرياضيات، تقوم الرموز العربية على فكرة تعبير رموز رياضية باللغة العربية، فقد قامت المدينة بتصميم خطوط كاست ماث مبنية على فكرة علمية، مما يسهل على المستخدم العربي استخدامها في التطبيقات المتعلقة بالرياضيات. ومن أهم ما يميز هذا الخط سهولة استخدامه في كتابة العمليات الحسابية في برامج الحاسب الآلي، تغطي جميع رموز الرياضيات بتعبيرات العربية. إمكانية إضافتها كخط ضمن النص المكتوب بالبرامج الكتابية النصية، سهولة استخدامه مبنية على مبدأ المصادر المفتوحة، تحتوي على 63 رمزا عربيا للرياضيات. تقوم الكتابة بالحرف العربي، ومن ضمن الخطوط رموز العربية الأصوات، تقوم الكتابة بالحرف العربي بالتمثيل الصوتي لجميع الأصوات اللغة العربية تقريبا، إلا أنها لا يمكن استخدامها في تمثيل أصوات اللغات الأخرى التي تختلف نظامها الصوتي عن ذلك في اللغة العربية، بل أن بعض الأصوات في اللغة العربية ليس لها رموز تمثلها كقاف المجهور. لهذا السبب يجد من يعمل في مجال الكتابة الصوتية ودراسة اللغات صعوبة في تمثيل أصواتها بالنص العربي، فتقام التصميم رموز صوتية تقوم على الحرف العربي وتمثل جميع أصوات اللغات البشرية بما فيها أصوات اللهجات، وأخرجت تصاميم الحروف على شكل خط حاسوبي فونت يمكن تحميله على نظام التشغيل الحاسبات واستخدامه في كتابة المستندات المختلفة. تحتوي الرموز العربية الأصوات على 186 رمز صوتيا، يمكن عدد من المختصين والمهتمين الاستفادة من الرموز الصوتية العربية، دارسون اللغات وعلمون اللغة المبرمجون ومن يتعامل مع التعرف على أصواته وتوليدها آليا ومعالجو عيوب التخاطب. أيضا من الخطوط اللي عملت المدينة عليها خطوط كاست فونت، تم البدء في تصميم خطوط المدينة وبرمجتها عام 1423، كان الهدف منها وضع خطوط تلبي احتياجات المستخدم العربي بمعايير ودقة عالية. تم تطويرها عبر السنوات في مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية بمعهد بحوث الحاسب. تحتوي حزمة خطوط كاس فونت على عدد 12 خط عربي وإنجليزي، تم مراعاة أن تكون هذه تصميم الخطوط في جميع مجالات الخط العربي. حاليا تعتبر هذه الخطوط منتشرة بسبب استخدامها حقوق الجي بي ال لايسنس. تبنت عديد من الشركات هذه الخطوط مثل شركة سان في أنظمتها أوبن أوفيس. تم تصميم الخطوط وبرمجتها باعتماد على أنظمة مفتوحة المصدر. بسبب هذه الخطوط مفتوحة المصدر انتشرت بشكل كبير في برامج وأنظمة مفتوحة المصدر. تم تشكيل العديد من مجموعات التطوير والتي عملت على تطوير هذه الخطوط. حاليا تجد خطوط المدينة مدمجة مع الكثير من أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر. بعض أشكال هذه الخطوط مثل الخط القرآني الكريم وخط الكتاب النسخ لتغطية احتياج المستخدم في كتابة نصية من حيث تمليات الخط في القرآن الكريم أو كتاب في خط الكتاب النسخ، منها كتاب خط الكتابة الزخرفية وخط الخطابات المكتبية، ومنها خط الشاشات الرقمية وخط العناوين. بعض البرمجيات المتاحة ومميزاتها للخط العربي، كان في السابق أن يقوم شخص عادي بتصميم خط، وهذا مما أدى صعوبة جدا، وهذا مما أدى لأن الخطاطين وجدوا صعوبة في التعامل الحاسب الآلي ووضع أفكارهم ورؤيتهم الفنية للخط وجمالياته. أما الآن أصبح من السهولة تصميم خط متكامل في دقائق وبكل سهولة بفضل تطور التقنية وظهور شركات وبرامج متخصصة في تصميم الخط. سأستعرض بعض هذه البرامج. من هذه البرامج من شركة فونت لاب، فونت لاب ستوديو، ويدعم هذا الخط 64,000 خانة رمزية كخط بصيغة أوبن تايب، يدعم بشكل كبير برامج التصميم الأخرى كبرامج شركة أدوبي أو كرول درو. يمكن التعامل مع البرنامج بصيغة كثيرة مثل صيغة ABS و AI.
يوجد في البرنامج العديد من أدوات التحكم بدقة الرسم بشكل دقيق واحترافي. يحتوي البرنامج على برامج لربط الخرائط الخط وعلى ما يميزه مع الخطوط العربية، وذلك على احتوائه من الأشكال الجمالية للحرف الواحد، كما يحتوي على العديد الكبير من مؤثرات الخط يمكن إضافتها بشكل سهل. من هذه البرامج أيضا برنامج بولت من شركة مايكروسوفت. أتاح هذا البرنامج طريقة جديدة وسلسة لبرمجة السكريبتات المتخصصة في ربط الحروف المتصلة والمنفصلة والأشكال الكتابية الخاصة باللغة. من هذه الأشكال مثل شكل لفظ الجلالة الله عند كتابة اللام ألف لام ها يتخذ شكل جماليا. طريقة عمل البرنامج يقوم بوضع خريطة الخط وربط الحروف مع بعضها البعض، مثل لو كتبنا حرف الجيم والراء، فعن طريق هذا البرنامج يمكن عمل سكريبت معين لجعله يتخذ شكل آخر. هذا البرنامج سهل كثيرا جدا، بحيث يمكن إضافة كثير من جماليات الخط وربطها مع بعضها البعض. أهم ما يميز البرنامج يدعم صيغة الأوبن تاب والترميز العالمي في الخطوط اليونيكود، ساهم بشكل كبير في إضافة جماليات الخط العربية. التقنيات المتاحة أيضا لخرائط الخط، كان في السابق تعتمد خرائط الخط بشكل كبير على نوعية تروتاي، وكانت هذه النوعية تحتوي على بوست سكريبت، مما يتسبب في مشاكل بعض الأنظمة في تحميل عالي على الذاكرة، وكان تدعم بشكل محدود اللغة العربية في رسم بعض الحروف العربية، وأيضا من العيوب الأخرى في صيغة تروتايب. أوبن تايب تقنية طورتها شركة مايكروسوفت لتلحق بها أدوبي لتكون بديلا وخلفا لتقنية تروتايب، وهو نظام الخط المتعرف عليه، والتي طورتها شركة أبل في عام 1980. وكانت مايكروسوفت قامت بتطوير الأوبن تايب، وبعدين رفضت أبل منح الترخيص في تروتايب. تقنية أوبن تايب حاليا تشاهد مثلا كخط إريال بصيغة OTF أو TTF، فمعناه أن الخط الأخير تم تطويره إلى الصيغة الجديدة الأوبن تايب، وبالتالي تجد يدعم تقريبا جميع اللغات في خط واحد بما فيها الإنجليزية والعربية وبعض اللغات الأوروبية. الأوبن تايب يوجد فيه عديد من الخصائص والمميزات، تدعم بشكل كبير الخطوط الأجنبية بإضافة رموز وخرائط أكثر. الأوبن تايب تعمل على نظام اليونيكود، بحيث أنه صار بإمكان دعم لغات العالم الرئيسية في خط واحد. خط الأوبن تايب يدعم إلى أكثر من 60 محرف في الخط الواحد. خطوط الأوبن تايب تدعم مؤثرات رائعة للتحكم الخط لم تكن متاحة في السابق، كدعمها للغة العربية بإضافة أشكال أكثر وخصائص أكثر مؤثرات خطية. أصبح خط الأوبن تايب أن يدعم عدد من أنظمة التشغيل في خط واحد، حجم الخط أصبح أصغر وحماية أقوى الخطوط، وأصبح يمكنه أن يقدم أشكال جمالية للخط العربي. الترميز العالمي اليونيكود. اليونيكود عبارة عن منظمة عالمية غير ربحية مقرها كاليفورنيا. معيار اليونيكود العالمي يضم في عضويتها العديد من الشركات البرمجية والأفراد الراغبين في الانضمام والتطوير. يشمل عمليا الآن نظريا جميع الشركات العتاد والبرمجيات الرئيسية بما فيها أدوبي وآي بي إم ومايكروسوفت وزيروكس والكثير من الشركات. يهدف اليونيكود بشكل واضح لتجاوز القصور والترميز المعروفة كمعايير اللي حددتها الايزو 8859 وينتشر كثيرا في السابق. يهتم اليونيكود بدور تحديد رمز حرفيا فرديا رقميا وليس الشكل لكل حرف. بعبارة أخرى يمثل اليونيكود المحارف بصورة مجردة ويترك العرض البصري من الشكل والعرض والأسلوب، مثل متصفحات الإنترنت ومعالجات الكلمات. على الرغم من بساطة هذا الهدف إلا أنه يجد صعوبة في تطبيقه وتوحيد معايير اليونيكود. أدى نجاح اليونيكود إلى توحيد أطقم المحارف وانتشارها وكثرة استخدامها وعولمة برمجيات الحاسب الآلي، وجرى تطبيق الترميز العالمي في عديد من التقنيات الحديثة من XML ولغات البرمجة الجافة وأنظمة التشغيل الحديثة. وستلاحظ أن في السابق لم تكن اللغة العربية مدعمة بشكل أكبر في بعض مواقع الإنترنت. تم إصدار أول نظام اليونيكود عام 1991، وصل الآن الإصدار رقم 6 في عام 2010. حاليا يعتبر أكثر من 100,000 رمز في اليونيكود، ودعم الكثير من الرموز العربية واعتمدها عالميا مثل لفظ الجلالة الله وبعض التشكيلات اللغة العربية الضمة والكسرة والفتحة والأشياء الأخرى. صار الخط القرآني يعتمد بشكل أكثر، وهذا
شيء جيد باعتماده عالميا. أصبح من السهولة نشر اللغة العربية وجمالية الخط في برامج النشر الإلكتروني. أصبحت الكثير من مواقع الإنترنت العربية تعتمد على هذا الترميز العالمي. بعض العيوب اللي تواجه الخطوط في مجالات الحاسب أن هذه الخطوط لا توجد تحت ترخيص GPL، مما لا شك فيه أن الخط العربي انتشر في العالم بين المصممين ولما يحمله من تاريخ كبير وجمالية الخط، ولكن في عصر التقنية والإنترنت أصبح الخط العربي بطيء الانتشار، وهذا مما أدى لضعف المحتوى العربي على الإنترنت، ولعل استغلال الشركات التقنية للبرمجيات الحقوق الملكية. بقي من الوقت دقيقتين بس. طيب خلاص إن شاء الله. فتقنية GPL هذه التقنية نتمنى إن شاء الله تكون متاحة في جميع الخطوط الأخرى. فبعض المشاكل والعيوب اللي تواجه الخطوط في بعض البرامج، ونتطلع إن شاء الله أنها تكون تتطور هذه البرامج من برامج الأدوبي فلاش وبرنامج الأيكروبات، وعدم وجود خطوط موحدة في هذه ملفات التشغيل، وبعض التطبيقات من مايكروسوفت وورد وبعض البرامج باعتماد هذه الخطوط. في الخلاصة يجب استفادة من التقنيات ونقل الخط العربي إلى آفاق أوسع، استفادة من أنظمة مفتوحة المصدر لأنها الخيار الأفضل والأقوى، تطوير الخط العربي في برمجة الحاسوب وجعله الجميع يستفاد منه، تطوير الخط العربي في أنظمة الجوال وذلك بسبب سرعة تطورها، استخدام تقنيات برمجيات الجوالات المفتوحة المصدر لأنها أكثر انتشارا، استفادة من الشركات الكبرى لدعم الخط في تقنيات نشر الخط العربي بمعنى آخر نشر المحتوى العربي على الإنترنت. وهذا كل ما لدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.